النزوح جحيم آخر يعيشه هؤلاء الذين فروا من جحيم الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح على مدينة تعز. وضع إنساني صعب يفتقدون فيه لأبسط مقومات البقاء على قيد الحياة. رسالتي بهذا اليوم انه يعتنوا يلفتوا علينا، يعني حق ما احنا لا شغل ولا اعمال ولا شيء، راقدين يعني يلفتوا انظروا لنا، يعني نضرب النظرة يقول بس سجلوا، انا سجلوا كشوفات ويقزعوا ما يدوش لنا شيء. يشتكي هؤلاء النازحين من غياب دور حكومة الشرعية والمنظمات الإغاثية في مد يد العون والمساعدة لهم للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها بعد أن فقدوا أعمالهم وأصبحوا مشردين. ما احنا نازحين بنفقد النعمة بالتربة، يعني عيشتنا احنا يعني صعبة، يعني لا ماء لا دقيق لا سكر لا رز، زد حتى لا يعني كساء العيد ما فيش، الفرحة ما فيش، يعني حتى الدراسة ودرنا بتعز. نحن نازحين تعبانين الصراحة، ما نشتي نرجع بلادنا، نشتي الأوضاع تتصلح نرجع بيوتنا. يأمل هؤلاء أن تنتهي هذه الحرب سريعا كي يعودوا إلى منازلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل ذلك والتي افتقدوها كثيرا. أوضاع صعبة تصعب الكلمات عن وصف هذه المأساة التي يعانيها هؤلاء النازحين الذين فروا من جحيم المواجهات والحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح على مدينة تعز. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة تعز.